بقايا هيكل آلية للحصاد تصبح مكاناً مقدساً لبعض الناس. ناشط انتقد هذه الحالة وانتقد صمت المرجعية والمعممين في عدم توعية الناس لما يحدث من جهل وتخلف. فنشاهد. حالياً أنا في موقع الحاصودة المقدسة، هذه الحاصودة اللي جاي الناس يزورها وجاي يشوفون مجموعة من البيارغ والرايات اللي موجودة. هذا طبعاً البيارغ اللي نشوفها بس بالمناطق المقدسة، بس بالمراقد المقدسة أكو ناس يبيعون هاي حتى تطلب حاجتك أو إذا عندك نذر، لكن موجودة هسه البيارغ جاي يشوفونها بهذه الحاصودة. هذه الحاصودة عبارة عن بقايا هيكل حديد أو حاصودة قبل 50 سنة. التقيت بأكثر من شخص وأغلبهم رفضوا الخروج والتكلم وقالوا أنه فعلا أكو ناس تجي تقدس وتحترم هذا الحاصودة أو هو بقايا هيكل الحاصودة. طبعا أكو قسم بدأ يضحك ويقول هو اللي ما يخاف من الله معقولة يخاف من حاصودة. والسؤال اللي ينطرح هنا، احنا دائما الناشد المسؤولين، لكن هالمرة مناشدتنا متوجهة الرجال الدين. ليش دور رجال الدين مغيب في هاي المناطق؟ وليش يقتصر أغلب دورهم على المدن؟ مو كان من المفروض يتوجهون لهاي المناطق وتوضيح الحقائق لهاي الناس؟ وبدلا من تقديس حاصودة أو صاحب الحاصودة، المفروض تقديس اللي خلق صاحب الحاصودة واللي خلق اللي صنع الحاصودة. طبعا ينقل لي أحد الشباب موقف يقول مرة من المرات ردت أشتري حمامات ما عندي فلوس، جيت الحاصودة زرتها فلقيت واحد مطلوب نذر وجايب فلوس وشاله البيرغ بالحاصودة واخذت الفلوس واشتريت حمامات، قلت له رجعت الفلوس؟ قال لا والله قرضه حسنه، ان شاء الله من تتحسن الحاله الماديه ارجعها.